مع حلول شهر رمضان المبارك تعود المظاهر السلبية لبعض الجزائريين، طوابير طويلة في كل مكان، إسراف ولهفة في اقتناء مختلف أنواع الأطعمة التي ترمى معظمها في القمامة، سلوكيات تنافي تعاليم الشهر الفضيل. كل نهار والبركة تاعو، من حقهم ما يلهفوش ما يلهفوش، خطر كيدوا حاجة وتخسر في دارهم، تخسر لهم ياكلوها خسره ما ياكلوهاش، يديها غير بدون زبل. الاغلبيه تاع الغاشي تاعنا ياكل بعينه، خاطرش اختي كيما نقولوا حنايا حاشاك واش يقدرك لابوبال لابوبال، فهمتي؟ تلقاي كيما نقولوا الماكله لي ترمى اكثر من لي تاكل. المواطن الجزائري يشوف ياكل غير بعينه، كي يوصل للطابله ما ياكل حتى حاجه. ما كاينش طاقه في الاستهلاكيه، راكي تشوفي ديجا راكي تشوفي يشري حاشاك الصباح تجي خارجه حاشاك لابوبيت تلقى الخبز كلش راه على برا. ما كاش ثقافه والله ما كاين، غير اللي يدير لك شكاره تاع 25 سميد ويزيد بواد نتاع الزيت، زوج جيريكانات ثلاثه يستوكي في الدار، يستوكو الماكسيموم لا ريستوكي. المبالغه في التسوق اليومي والإفراط في ملء وتزيين موائد الإفطار الرمضانية عادات تفشت لدى غالبية الأسر الجزائرية، مما يدل على غياب الثقافة الاستهلاكية. عندك لو كان زعما دوك انا جبت قلب اللوز هكذا، عندي ثلاثه خاوتي زوج يجيبوا قلب اللوز، لكن معاه شغل نجيبوا واش راح نجيب انا، يجيبوه هما يجيب الاخر، تما كيما نقولوا هذيك الماكله هذيك، انا ما نكذبش عليك الماكله هذيك اختي، عندي صحابي برا نخرج لهم كيما نقولوا رانا ساهرين برا، نحط باطه قلب اللوز، نحط باطه واحده اخرى، علاش نحطهم باش ما نرموهاش؟ ثقافه استهلاكيه ما كان والو، ما كاش نهائيا، ما ياكلش ياكل غير بعيني غير يفسد برك، كي وقت عند الطابله هذيك اللهفه برك ولا شامبوري. قسما بالله مازال ما شريتش حبه طوماطيش، ما نكونجلي والو انايا، واش كاين نطيب كي تخلص لي نروح نشري هذيك تاع كونجلي طوماطيش وديري القرعه وديري شري الفريك، انا مازال ما درت والو. بالرغم من غلاء أسعار المواد الغذائية والمساعي الحثيثة للتحسيس ونشر الوعي الاستهلاكي وسط المجتمع، إلا أن ذلك لا يعكس التصرفات النقيضة لبعض المواطنين.